بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفيديو جديد. والنهاردة بنتكلم على الإقرارات الضريبية الخاصة بالصيدليات. وصلني حقيقة طلبات كتير قوي وأسئلة كتير، إزاي نعمل الإقرار بتاع الصيدلية. ويمكن أنا روحت جبت الاتفاقية بتاعة الصيادلة زي ما حضراتكم شايفين كده، وإن شاء الله الفايل ده هنلاقيه موجود تحت في اللينك اللي حابب ان هو هنلاقي له لينك يقدر يحمله. والاتفاقية ببساطة كده قسمت رقم الأعمال بتاع الصيدلية لثلاث حاجات. أول حاجة بيتكلم على الأدوية وألبان الأطفال، تمام. تاني حاجة بيتكلم على أدوات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية والإكسسوارات، وبيقول إن دي ما ينفعش تزيد عن 10% من مشتريات الأدوية وألبان الأطفال بحد أقصى 10%، وأصناف أخرى بقى أجهزة ورياضة ولعب أطفال دي الصنف. يبقى إحنا عندنا ثلاث أصناف للحساب. طيب بيقول طبعا بعد بقى الأخذ في الاعتبار المعاينة والاطلاع على المستندات ومناقشة الممول والإقرارات طبعا السابقة وبيانات التعامل مع الجهات والكلام ده كله، حدد هامش ربح لكل نوع من أنواع النشاط زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب الأدوية وألبان الأطفال مجمل الربح بتاعها 15.19%، أدوات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 16%، وأصناف أخرى 20%. وابتدى إن هو يعني يتكلم بعد كده على المصروفات الإدارية والعمومية، وقال إن في 4.5% أجور ومرتبات، بس بشرط إن أنت تكون سددت عليها كسب العمل أو اللي هي بنسميها دلوقتي ضريبة المرتبات والأجور. وهنا كمان اتكلم على مصروفات متغيرة، كويس الكلام، بواقع 1.5% من رقم المشتريات. طبعا خلي بالك 4.5 من إجمالي رقم المشتريات، يعني التلات بنود سوا. وزي ما قلنا الأجور والمرتبات بتبقى بواقع 4.5% من رقم المشتريات، كويس، بس بشرط طبعا إن احنا نكون سددنا كسب العمل. طبعا المصروفات المتغيرة 1.5% من رقم المشتريات الإجمالي، وده نظير بقى ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات. وفي 1% من رقم مشتريات الصيدلية يعتبر مصروفات إدارية وعمومية، يبقى كده 4.5 وادي 3، كويس، يبقوا 7.5. طيب في كمان مصروف آخر اللي هو مصروف التأسيس، وده بيتم استهلاكه على 5 سنوات، كويس، أو إن حضرتك بعد كل 10 سنين بيبقى ليك مصروفات تجديد وتطوير برضه بيتم، كويس، استهلاكها على 5 سنين، بس طبعًا لازم حضرتك تقدم المستندات المؤيدة للكلام ده. وطبعًا لو في تبرعات أو أي شيء لازم إن هو يكون بيها مستند، وطبعًا بنراجعها ونشوف هل هي الجهات حكومية فمعفية بالكامل أو يعني تخصم بالكامل، أو إن هي طبعًا تحت الإشراف الحكومي زي الجمعيات، كويس، الخيرية وغيرها والمؤسسات يعني اللي تحت إشراف الدولة، فبناخد 10% من صافي الربح، أو طبعا لو هي اللي غير كده فما بيتمش خصمها ولا اعتمادها كمصروف. طيب ده باختصار شديد جدا هو ده الجزء اللي احنا عايزين نقوله أو كيفية محاسبة الصيدليات. طيب أنا عشان أسهل الدنيا عليك شوية أنا عملت إكسل شيت، تمام، حطيت فيها التلات بنود اللي احنا اتفقنا عليهم، حطيت فيها المصروفات اللي احنا اتكلمنا فيها، كويس، عشان توصل لصافي الربح بكل سهولة. وبعدين كمان عملت لحضرتك تحت الأرقام اللي هتتحط في الإقرار بتاعك اللي هو الضريبي. وطبعا برضو الإكسل شيت دي هنحطها في لينك مع التعليمات تحت في الديسكريبشن أو في الوصف للي عاوز يحملها. طيب أنا هنا هعمل إيه؟ أنا هنا خلي بال حضرتك عامل ان الشيت عشان ما تتلخبطش منك، انا فاتح لك بس، وهنا انا سبت 5 ارقام، 3 ارقام مفتوحين على اساس، وقفلت بقت الاسس بتاعه المحاسبه عشان ما يتمش يعني التغيير فيها بطريقه الخطا فتبوظ بقت الايه المعادلات. طيب فانا مثلا جبت هنا ده مثال اهو صيدليه ادويه والبان، فهنشوف ارقام المسحوبات دي طبعا بيجي من شركات الادويه اللي حضرتك بتتعامل معاها، فانا مثلا كنت حاطط 500 هحط 600، كويس. طيب بعد كده مثلا المستحضرات التجميل، طبعا هنا مفروض جزء من التعامل بيقول ان الجزء ده ما يزيدش عن 10% من الادويه والبان الاطفال، فيعني اقصى حاجه اقدر احطها 60، انا هغيرها مثلا اخليها 50،
تمام، ودي 50 زيها الأصناف الأخرى. طيب، وصافي مجمل الربح المحدد من الاتفاقية طبعا 15.9 و16 و20، هيديني هنا الإجمالي زي ما حضرتك شايف كده. لو أنا عملت كده ده C3 أهو، خلاص، في D3 اللي هو ده، فكل واحدة في هامش الربح بتاعها اداني اجمالي الربح زي ما انت شايف. طيب، جيت بعد كده قلت المرتبات 4.5%، ف4.5 في C6، C6 اللي هو رقم المسحوبات لانها 4% من اجمالي المشتريات او المسحوبات. طيب، نفس الكلام 1.5% ده تقديري، وفي 1.5 التاني ده عادة بيبقى مستندي، فلو حضرتك عندك بيه مستندات هتحطه، ما عندكش هتحط على قد اللي موجود عندك. كويس. مصروفات التأسيس أنا برضو هنا على 5 سنين، أنا فرضت إنهم 100,000 مثلا، ممكن أعملهم 120، فأصبح عندي إجمالي المصروفات بالمنظر ده، يبقى صافي الربح بتاعي 32,640 اللي هو، واخد بال حضرتك، الجزء الخاص بإيه؟ بإجمالي الربح اللي هو F6 أهو، ناقص F13 اللي هو المصروفات. طيب كده أنت حضرتك حسبت صافي الربح بتاعك للصيدلية. طيب، هتروح بقى عاوز تعمل الإقرار، هنروح على صفحة الإقرار التفصيلي، وهروح مع حضراتكم دلوقتي نفتح إقرار 101 ونعمل الكلام ده. خلاص، وهبص هنا عندي إيرادات النشاط التجاري المسعر جبريا. خلاص، هنا بقى الكلام كله يعني إيه؟ طبعا هنا واخد بال حضرتك أنت هتروح تلاقي إن هو كاتب إجمالي مبيعات سنوي، صافي مشتريات، ومجمل ربح، ده تحت إيرادات النشاط التجاري المسعر جبريا. ده هيتحط فيه جزء الخاص بالأدوية وألبان الأطفال اللي هم 600، يعني أنا وكأن هنا 600 دول ده إجمالي صافي المشتريات أهو، فعش كده هتلاقي إن ده متاخد من C3 أهو. كويس. ومجمل الربح أنت حضرتك حددته أهو بتاعه 91,140، فهتلاقيني برضو واخده من F3 أهو، وبالتالي لما هجمع ده وده يبقى أكن إجمالي المبيعات عندي 691,140. تمام. طيب، بالنسبة لأدوات المستحضرات التجميل والأصناف الأخرى، دي تعتبر من إيرادات النشاط الغير مسعر جبريا اللي هي مفروض يكون ليها قيمة إيرادات يومية. طيب، فأنا جمعت الاتنين دول سوا، يعني أنت حضرتك لو بصيت هنا كده هتلاقي إن أنا عندي هنا 100,000، تمام، اللي هم دول قيمة الإيرادات، برضو هتلاقيه مكتوب بنفس الترتيب ده، فانت قيمة الإيرادات اللي عايز توصل لها 100,000. طيب، فهو أنا هنا وعدد الأيام 360. خلاص. طيب، يبقى الإيرادات اليومية كام؟ أنا عملت هنا معادلة، قسمت ال 100 على 360 طلع 277. تمام. طيب، ومجمل الربح، طيب واحد يقول لي طب ما أنت كده دخلت حاجتين في بعض، أنت دخلت 16 وال 20 مع بعض. قلت له أيوه، لأن ما فيش عندي مكان في الإقرار، لكن لو انت بصيت هنا صافي الربح او مجمل الربح اللي عندي هنا كام؟ 8 و10 18، وهو ده اللي موجود عندي هنا. فلما قسمته على ال 100 اللي هي قيمه الايرادات السنويه، لقيت ان نسبه مجمل الربح عندي هنا ايه؟ 18% متوسط، كان انا حطيتها متوسط. تمام؟ طيب، والمصروفات الاداريه والعموميه انا خدتها من فين؟ من هنا اهو، برضو اوتوماتيك. طيب، يطلع لي صافي ربح النشاط اللي هو بقى انا خدت ايه؟ جمعت بيه 22 اللي هي مجمل الربح ده اهو، مع مجمل الربح التاني من الانشطه الثانيه، جمعت الاثنين طرحت منهم المصروفات اداني ده. لو هنا انا عملت بقى فانكشن تحت اهو ترو، لو انت هنا واخد بال حضرتك يعني غيرت حاجه كويس وكان فيها مشكله، عشان كده انا قفلتها، بيديك ترو. يعني ايه ترو؟ يعني هنا ادام الرقمين دول طالعين زي بعض يبقى انت كده ماشي سليم، مفيش مشاكل. لو حصل في اي مشكله هيديني ايرور، فبالتالي هعرف ان انا في حاجه عندي مش مظبوطه، يبقى انت متاكد ان الحسبه اللي انت عملتها دي هي هي نفسها الحسبه. طيب، تعال بقى نروح نملى الاقرار ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا رحت هنا بقى على موقع الضرائب المصريه، وجيت هنا ضريبه الدخل اقرارات 101، وابتديت اختار السنة 2020. طبعا هو هنا فتح لي إقرار معدل، لأن أنا طبعا الملف ده متقدم فيه إقرار، ولكن إحنا بالنسبة لك هيبقى إقرار أصلي مفيش مشكلة. طبعا أول حاجة جدول مواريث، وإحنا عاملين فيديو ليها نقدر نرجع له نشوف القصة بتاعته إيه. وعشان ما ضيعش وقتك وما بطولش الفيديو كتير، هروح على طول على قائمة
الإقرار التفصيلية. طيب حلو قوي، تعالى بقى نشوف إحنا هنعمل إيه. هجيب ده كده وهعمل ده كده، تمام. طيب تعالى نبص كده، أول حاجة عندي إجمالي المبيعات. خلي بالك أنا بتكلم هنا على المسعر جبري، فروحت جاي هنا كاتب إجمالي المبيعات 6 9 1 1 40 اللي هو 691 140. بعد كده صافي المشتريات 600، بعد كده مجمل الربح 91 ده بيتحسب اوتوماتيك. بعد كده جيت هنا قيمة الإيرادات السنوية أنا غيرتها معاكم، فبالتالي هنيجي بقى هنا مثلا كنت بتعملها 139، هنا هتبقى 277.78. وهنا خلي بالكم من الحتة بتاعة الكاب، فمجمل الربح 91 زي ما احنا عملناه اهو، وانا هنا غيرت الايرادات اليوميه 277. شوف وانا ماشي الارقام تحت بت ايه بتتغير حسب اللي انا بكتبه. طبعا هنا لما تيجي تتحرك لو سمحت، كان ظهرت مشكله عند الناس ان هو لو سمحت الحاجه بنكتبها ومش بتسمع، ما تنقلش بالماوس يعني، ما تعملش كده الا اذا كان ما ينفعش تتقل بالتاب، يعني التاب طبعا هنا احسن لان هو بيسمع، تمام. طيب المهم عشان ما نتطرقش يعني الحاجات كتير نتوه من بعض، ادي 277 اهم 360 يوم، يبقى قيمة الايرادات عندي هنا 99 و720. طيب لو انا عملت دي 8، عشان طبعا الكسور هنا بتعمل يعني تغييرات، ولكن هتبص تلاقيها فهي هتفرق حوالي 100 جنيه او حاجة زي كده فوق او تحت يعني، خلاص. ولكن نقدر ان احنا يعني ايه نظبطها بطريقه معينه. المهم فهنا طلع مثلا عندي 1080، خلاص، او هتعملها 59 مفيش مشكله، انا اسف هتعملها هنا 77 مفيش مشاكل، خلاص، بحيث ان انت برضو ايه معلش بدوس على تاب فبينقلني تحت اهو، كويس. فزي ما انتم شايفين كده ايه هطلع لي 990 720، مفيش مشكله. نسبه مجمل ربح 16، طبعا هنا احنا اتفقنا بقى هنحطها ايه 18 نسبة مجمل الربح، خلاص. وهنبتدي نشتغل على الارقام اللي موجودة ايه اللي موجودة عندنا. طيب كويس قوي، وبعدين هاجي اكمل بقى عندي بعد كده اجمالي الربح 109.090، خلاص. لو انا بصيت فوق كده مية وتسعة وتسعين، قلنا 140 في فرق حوالي يعني 100 جنيه، كويس. بعد كده هروح للمصروفات، طبعا مصروفات إدارية وعمومية، برضو هبص تلاقي إن أنا كتبت المصروفات هنا، خلاص. المصروفات الإدارية والعمومية إحنا اتفقنا إن إحنا لما هنيجي نحطها إحنا عندنا التفصيل كله موجود هنا أهو، كويس. فهاجي أقول كده إن أنا عندي مصروفات 7 6 500، فيطلع عندي هنا صافي ربح النشاط 32 590 زي ما اتفقنا، 50 أو 60 جنيه اللي إحنا بنتكلم عليهم اللي هما الفرق، خلاص. وبعد كده هو بيرحل صافي، طبعا لو أنا عندي تبرعات هحطها، كويس. بعد كده طبعا لو ده مورث، ولكن يعني إيه طبعا كان لازم نعمل جدول واحد. هنا طبعا قيمة المبيعات واخد بالك هو نقلها اوتوماتيك من الايه الجداول اللي احنا عملناها. المساهمة التكافلية طبعا حضرتك هتحسب 2.5 في الرقم ده، هيديك ده بيتكتب انت اللي بتكتبه، خلاص ماشي. بعد كده صافي الربح زي ما احنا اتفقنا، صافي ايرادات ثروة عقارية، طبعا ده لو انا عندي ثروة عقارية. تعال نشوف كده كان في هنا كان في ثروة عقارية عشان الإقرار، تمام. طيب بغض النظر طبعا إن هنا كان في صافي ثروة عقارية، ولكن واخد بال حضرتك بيطلع هنا مجموع صافي إيه الدخل، بتخصم 15%، متنساش تعمل بعد 7/5/2020، وهتطلع الضريبة محسوبة، يبقى هو ده الضريبة اللي على حضرتك. وطبعا تقدر إن أنت بعد كده
تروح بقى ترجع للفيديو اللي احنا عملناه للسداد، وتقدر تسدد من على موقع لو الضريبة او الفيزا اللي مع حضرتك تتحمل ذلك. وبكده يبقى حضرتك هتتجه على طول للفترة الضريبية خلاص، وهتسلم الإقرار، ويبقى الموضوع كده انتهى. أتعشم إن يكون الشرح كان وافي وواضح. زي ما قلت الإكسل شيت والاتفاقية هحطهم في 2 لينكس تحت في الديسكريبشن، وإن شاء الله ما تنسوش تتابعونا هنا على القناة في اليوتيوب وعلى التليجرام عشان يوصلكم كل جديد. متشكر ليكم، ونشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.